السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه المجله الكرام. فضلا وليس امرا المرجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس لتتوصلوا بالجديد. كنا اشرنا في فيديو سابق حول الاعلان التعديلي لمباراه ولوج السنه الاولى من الاجازه الاساسيه. يعني المعهد كان كان اجل المباراه واجل كذلك الاعلان عن نتائج الانتقاء فنتائج الانتقاء راه صدرت اليوم لا بالنسبه للناس الدول العربيه او لا بالنسبه للناس اللي الفرنسيه والامتحان غيكون ابتداء من الواحد والعشرين من هذا الشهر كذلك بالنسبه للناس اللي غيلقاو الاسماء ديالهم في هذه اللوائح انهم عمروا واحد الاستماره باش يدوزوا المقابله ديالهم عن بعد كيف ما غنشوفوا ان شاء الله تعالى في اللوائح ديال الناجحين راه كيف كتشوفوا مباراه ولوج السنه الاولى من الاجازه الاساسيه السنه الجامعيه 2020 2021 لائحه طلب المقبولين لاجتياز المقابله عن المعد معهد العالي للاعلام والاتصال ان النتائج راه تلاحت نتائج الانتقاء تلاحت في اللوائح غنخلي لكم الروابط اسفل الفيديو ان شاء الله تعالى وكذلك الرابط ديال المباراه او الاستمرار الاستماره اللي غتعمروا باش المقابله عن بعد، الفلائح متوفرة لا بالنسبة للناس اللي العربية وكذلك لا بالنسبة للناس اللي ديرين الفرنسية، اللائحة اللوائح ديالهم كاملة متوفرة، والآن غنشوفوا إن شاء الله كيفاش نعمرو الاستمارة باش دوز المقابلة عن بعد، فبالنسبة للاستمارة أو كيف غادي عمرة وكذلك كيفاش غنعمروها الخاصة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، يعني كندخلوا هذا الرابط اللي غنخلي لكم أسفل الفيديو كندخلوا لهذ الوجهة أي دخلنا لهذ الوجهة هذه عندنا جوج المراحل يعني المعلومات ديالك وكذلك باش كتاكد على هذه المعلومات ديالك فبالنسبه للانفورماسيون اللي غتدخل يعني كدخل النوم يعني الاسم العائلي ديالك باللغه الفرنسيه كذلك بري الاسم الشخصي باللغه الفرنسيه آه كدخل النيميرو آه لاكارت ديالك يعني الرقم ديال البطاقه التعريف الوطنيه ثم كدخل هنا آه مسار ديالك آه رقم المسار او الرقم الوطني للطالب او التلميذ ثم آه رقم الهاتف ديالك رقم الهاتف ديالك كتدخلو ثم الايميل ديالك يعني الايميل ديالك عندنا هنا حنا من بعد الايميل عندنا واحد النص هنايا اشرح او اشرحي في حدود 100 كلمه اختيارك لمهنه او لمهن الصحافه والاتصال بالنسبه للناس اللي دايرين العربيه الصحافه باللغه العربيه راه غادي تكتب بالعربيه النص تحدد لهم علاش انت اختاريتي بالضبط مهنه الصحافه بالنسبه للناس اللي دايرين الفرنسيه غدير كذلك باللغه الفرنسيه على اش اختاريتي من هاد الصحافه ملي غتعمر هاد المعلومات هادو كت تورد تورك على هاد السهم هذا باش دوز المرحله المقبله يعني اللي هي تيرميني يعني هنا حنا مازال حاليا ما دخلناش المعلومات ديالنا عطينا خاوين الا كنتي دخلتي المسار ديالك الاسم ديالك العائلي والشخصي الكارت ناسيونال في المرحله اللي فاتت قبل كذلك الهاتف ديالك يعني راه غيطلعوا لك عامرين بصح حنا ما احنا مازال ما دخلناهمش حاليا كيطلعوا خاوين من بعد ما تدخل كتعمل هذه الخانه هذه هنايا يعني هنا ملي كندخل حنت المعلومات مازال الفراغين كيطلب لي اني ندخل ثم كتاكد من خلال هذه الخانه هذه الا كنت دير المعلومات ديالك كتاكد باش يعني هذه هي هذه الاستماره هذه باش كتاكد انك غدوز المباراه او المقابله عن بعد نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته